الحلال مبين والحرام مبين. السبب أن الله سبحانه وتعالى ما من أمر أمرنا به إلا أودع في نفوسنا محبته، ما من أمر نهانا عنه إلا أودع الله في نفوسنا كراهيته. نعم. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني كل شيء الله أمرك به جبلك برمجك فطرك على محبته. نعم. الدليل الأقوى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. أنت بالأصل أي أمر أمرت به أنت مبرمج على محبته، وأي أمر نهيت عنه مبرمج على كراهيته. يعني مثلا لو واحد دخل للبيت الساعة الواحدة ليلة، أمه طلبت منه دواء، قال لها الصيدليات كلها مغلقة الآن، لكنه يعلم أن هناك كم صيدلية مناوبة، تكاسل سكتت الأم. أما لو ذهب ولم يجد هذا الدواء في الصيدليات المناوبة يرجع وينام مرتاح. صحيح. هي الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني واحد نجا من سفينة وقعد بجزيرة وكبر ومعه أمه، صاد أرنب، لو أكل هذا الأرنب وحده بحس بكآبة، فما تلقى أي درس دين بحياته. وإذا كان أطعم أمه نصف الأرنب بحس براحة نفسية. فأنت مبرمج مولف مفطور على حب طاعة الله وكراهية معصيته، هذا اسمه الكآبة. قالنا دكتور في الجامعة من كبار علماء النفس، قال نسب الكآبة بالعالم الغربي 100% 152 نسبة. أنا غريبة علينا، سألنا ما شرحوا هذه النسبة، قال يعني 100 معهم كآبة و52 معهم كآبتي. المعصية تورث الكآبة، لذلك المؤمن عنده سعادة لا تقدر بثمن، لأنه اصطلح مع فطرته، اصطلح مع فطرته مع مبادئه. وغير المؤمن في عنده كآبة شاء أم أبى. الكآبة الآن مرض العصر، نسبها بالمية 152. الحقيقة الدين الإسلامي متوافق مع أساسيات النفس قطعا، متوافق. راحة الإنسان لما يصطلح مع الله لا توصف.